مع استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن العملية جاءت عقب ورود معلومات استخباراتية تشير لاستخدام عناصر حماس محيط المعبر لأعمال عسكرية، مؤكدا استمرار هذه العمليات حتى تحرير المحتجزين والقضاء على حماس حسب تعبيره. تواصل قواتنا عملياتها في طرف الغزي من معبر رفح بناء على معلومات استخبارية تشير إلى قيام إرهابي حماس باستغلال محيط المعبر للقيام بأعمال وبأنشطة إرهابية. قواتنا رفعت على المعبر العلامة الإسرائيلية ونزلت منه علم حماس. العملية في معبر رفح ستستمر حتى أن يتم القضاء على حماس وسيتم الإفراج عن مخطوفينا. العملية في معبر رفح لن تدور بإدخال المساعدات إلى القطاع. كما اعتبر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن العملية في رفح لا تخالف عملية السلام مع مصر، متهما حماس برفض مقترحات التهدئة. نحن نؤكد على أن هذه العملية لا تخالف معاهدة السلام بين البلدين على الإطلاق، بل هي تأتي في إطار الجهود لضرب الإرهاب ولتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة من كلا طرفي حدودها. أما المفاوضات التي تجرى من أجل الإفراج عن مخطوفينا، فكما أسلفنا وأوضحنا، المقترح الحمساوي بعيد جدا عن ثوابتنا ومواقفنا الحيوية. وفد إسرائيلي زار القاهرة من أجل بحث التفاصيل، ولكن للأمانة يجب التذكير بأن حماس رفضت حتى الآن جميع المقترحات التي قدمها الوسطاء من أجل التواصل إلى الصفقة. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يجري عملية دقيقة في مناطق محدودة بشرق رفح في جنوب قطاع غزة، وقال إنه دمر بنية تحتية عسكرية في منطقة معبر رفح، كما كشف عن قصف أكثر من 100 هدف في أنحاء قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. قالت السلطات الصحية في غزة أن بعض مستشفيات رفح خرجت عن الخدمة جراء تهديد إسرائيل لها بالإخلاء والقصف العنيف للمنطقة، مؤكدة أنه لا يوجد مكان لعلاج الجرحى خاصة الحالات الحرجة. وكانت منظمة أطباء بلا حدود حذرت من أن المستشفيات الميدانية القليلة أو المرافق الصحية البديلة التي تجري إقامتها في غزة لن تكون قادرة على استيعاب الجرحى المتدفقين من رفح بجنوب القطاع. وقالت المنظمة في بيان لها إن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيحمل أثارا كارثية على أكثر من 1,000,000 شخص، وسيزيد من الأضرار التي طالت النظام الصحي. حيث عادت إسرائيل غلق معبر كرم أبو سالم بعدما فتحته مؤقتا من أجل إدخال شاحنة وقود واحدة تابعة لوكالة الأونروا. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق إعادة فتح المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا أن شاحنات قادمة من مصر وصلت بالفعل إلى المعبر محملة بمساعدات تشمل أغذية ومياه ومستلزمات إيواء وأدوية ومعدات طبية. في القدس، بحث مدير المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز خلال لقائه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الدفع بجهود التهدئة في غزة. وكان بيرنز وصل إلى إسرائيل بعد الزيارات إلى الدوحة والقاهرة ضمن جولة يحاول من خلالها دفع المحادثات بين إسرائيل وحماس التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في المحادثات التي استؤنفت اليوم. يأتي ذلك في وقت نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب لا ترى أن أي علامات على حدوث انفراج في المحادثات، لكن الوفد سيبقى في القاهرة. قال مسؤول أمني إسرائيلي سابق إن اجتياح مدينة رفح سيمكن تل أبيب من إعلان نهاية الحرب والتركيز على الجبهة الشمالية، وأضاف مسؤول الشباك والسابق يوسي
عمرو سيل في حديث لصحيفة معاريف أن أحد أهم الأسباب من العمليات في رفح هو أنها توفر فرصة لإمكانية العثور على الأسرى، وتابع أن الجيش الإسرائيلي سيطر على 80% من مناطق القطاع دون أن يعثر على الأسرى، ورجح وجود رئيس حماس في غزة يحيى السنوار والمسؤول العسكري محمد الضيف بالمدينة، مشيرا إلى أن السيطرة على معبر رفح وعلى محور فيلادلفي متنفس لحركة حماس، مؤكدا أن السيطرة على رفح يعني السيطرة على المساعدات الإنسانية والتيقن من ذهاب المساعدات للمدنيين دون حماس. منذ إعلان الجيش الإسرائيلي السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح تزايدت التساؤلات مشاهدينا حول الجهة التي ستكون مسؤولة على البوابة الحدودية الاستراتيجية في فترة ما بعد الحرب. خيارات عديدة مطروحة بين حديث عن شركة خاصة ووضع سابق بإدارة فلسطينية بالتنسيق مع السلطة المصرية وسيطرة عسكرية إسرائيلية قائمة. صحيفة هارتس الإسرائيلية كشفت عن مقترح طرحته إسرائيل للجانبين الأمريكي والمصري، وهو توكيل شركة أمنية أمريكية خاصة بتسيير المعبر بعد نهاية العمليات الإسرائيلية. الصحيفة تحدثت أيضا عن مقترحات لإدخال قوات فلسطينية وعربية توافق إسرائيل على تواجدها لإدارة قطاع غزة كاملا وكجزء منه، وذلك بشكل دائم أو مؤقت. لكن كيف يرى الجانب المصري هذه المقترحات؟ خبراء مصريون قالوا إن السيادة المصرية على الجانب المصري من المعبر لن تكون محل نقاش، لكن من الممكن تكرار تجربة وجود قوات من الاتحاد الأوروبي تكون مسؤولة مع السلطة الفلسطينية عن إدارة الجانب الفلسطيني من المعبر. أما بالنسبة للجانب الفلسطيني فقد عبرت الفصائل الفلسطينية التي تضم على رأس حماس والجهاد وحركات أخرى أعلنت رفضها التام لفكرة إدارة شركة أممية أمريكية خاصة للمعبر، أكدت أنها لن تقبل من أي جهة كانت فرض أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح أو غيره، واعتبرت ذلك شكلا من أشكال الاحتلال. إذن سيبقى مستقبل معبر رفح إحدى أهم النقاط التي ستشكل إحدى العلامات البارزة للتغيرات التي طرأت على قطاع غزة بعد أحداث 7 أكتوبر. مشاهدينا من رفح ينضم إلينا مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أسامة مرحبا بك، آخر التطورات من عندك؟ نعم، يعني آخر التطورات هي استمرار القصف المدفعي من الدبابات المتواجدة في محيط معبر رفح البري منذ أن توغلت الدبابات إلى داخل معبر رفح البري منذ صباح أمس حتى هذه اللحظة، تطلق النار وتطلق قذائفها باتجاه المنطقة الغربية في مدينة رفح والمنطقة الحدودية، وهذه المنطقة فيها آلاف الخيام وآلاف النازحين من منطقة شمال قطاع غزة إلى هذه المنطقة باعتبارها أكثر مناطق أمانة، ولكن الدبابات تقف على شارع صلاح الدين أمام بوابة معبر رفح البري وتطلق قذائفها باتجاه المنطقة الغربية، هذه المنطقة ضمن المناطق الآمنة حتى هذه اللحظة، ولكن بسبب القذائف الإسرائيلية المتواصلة على منازل الآمنين في المنطقة الغربية دفعت السكان إلى النزوح إلى المنطقة الغربية في مدينة رفح. نتحدث على النزوح مستمر على مدار الساعة، نشاهد السكان ينزحوا من أمام مستشفى الكويتي هنا باتجاه المنطقة الغربية، وعدد آخر يسلك طريقه إلى منطقة مواصي خان يونس غربا. نتحدث هنا على زيادة كبيرة في عدد النازحين خاصة أيضا في منطقة غرب مدينة رفح بسبب الكثافة النارية والإطلاق النار بشكل مباشر ومن الزوارق الحربية الإسرائيلية التي تطلق النار على كل الخيام في المنطقة الغربية لمدينة رفح. هذا دفع أعداد كبيرة من النازحين إلى مغادرة مدينة رفح بالكامل والاتجاه نحو منطقة مواصي خان يونس. كل هذه المنطقة الآن أصبحت مكتظة بالنازحين ومليئة بالعائلات التي تحاول الوصول إلى منطقة آمنة أو منطقة فيها متسع لعائلاتهم من أجل نصب خيمتهم في هذه المنطقة. المعاناة تزداد شيئا فشيئا في مدينة رفح في ظل توسع دائرة النيران في المنطقة الشرقية وصولا إلى منطقة معبر رفح. الدبابات أيضا في منطقة محيط معبر رفح تطلق قذائفها باتجاه الشقق العالية والمرتفعة في الطوابق العليا في المنازل في وسط مدينة رفح والتي تكشف. طيب هذا في الساعات الماضية في منطقة معبر رفح أو في المنطقة الشرقية، ماذا عن الوضع الآن؟ حتى اللحظة الأمر مستمر، القصف لازال مستمرا.
حتى هذه اللحظة القذائف المدفعية تطلق على منازل مدنيين في منطقة غرب مدينة غرب معبر رفح البري. نشاهد حالات نزوح كثيرة تمر من هنا من أمامنا، عندما نسألهم قالوا لنا أننا نغادر بسبب كثافة النيران في منطقة محيط معبر رفح. سقط منذ صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة 5 ضحايا، 4 منهم بنيران المدفعية الإسرائيلية التي كانت تستهدف كل من يحاول التنقل على شارع صلاح الدين وهو أقرب منطقة إلى منطقة معبر رفح البري. نتحدث هنا على استهدافات متواصلة فقط في محيط معبر رفح البري، لكن قبل قليل كان هناك إعلام من وزارة الصحة على أنه تم اكتشاف مقبرة جماعية سابعة في ساحة مستشفى الشفاء، خاصة في تحديدا في الساحة الخلفية لمستشفى الشفاء. نتحدث هنا على اكتشاف والعثور على 3 مقابر جماعية في مستشفى ناصر قبل أقل من شهر، والعثور على ما يقارب من 200 ضحية في داخل هذه القبور، جزء منها مقطوع الرأس ومبتور الأطراف ومشوه الملامح، حتى أنه تم دفن عدد كبير منهم بدون التعرف على هوياتهم ودون تحت بند مجهول الهوية. والآن بعد اكتشاف يعني مقبرتين قبل في منطقة مستشفى الشفاء سابقا وسادسة في مستشفى كمال عدوان، اليوم يتم اكتشاف المقبرة الجماعية السابعة داخل مجمع الشفاء الطبي. تم انتشال ما يقارب من 47 دثمان من داخل هذا القبر الجماعي، خاصة أن غالبيتهم الآن يعني جثامينهم محللة ولم يتم التعرف على عدد كبير منهم. نتحدث هنا على القبور الجماعية ما زالت حتى هذه اللحظة موجودة في محيط مجمع ناصر الطبي، خاصة أن مؤسسات أممية ومؤسسات حقوقية أنها قالت أنه ما زال حتى هذه اللحظة يعني دون لديها فقدان ما يقارب من 500 ضحية مفقودة جثامينهم في ساحة مستشفى ناصر أو في محيط مستشفى ناصر. تم العثور في مؤخرا على مقابر جماعية في محيط مجمع ناصر الطبي، ولكن يجري العمل الآن حتى هذه اللحظة على محاولة الوصول على جثامين أكثر وعلى مقابر في محيط مجمع ناصر الطبي. كانت قد دخلت اليوم شاحنة واحدة من معبر أبو كرم، وهي شاحنة وقود ذاهبة إلى الأونروا. ماذا عن مسألة إدخال المساعدات إلى الشمال والجنوب في نفس الوقت؟ هل سجلت أي عمليات إنزال جوي جديدة من المساعدات في الساعات الماضية نتيجة إغلاق المعابر الحدودية؟ يعني منذ 3 أيام لم يتم تسجيل أي محاولة إنزال مساعدات من الجو على منطقة شمال قطاع غزة. أما في منطقة الجنوب هنا كان منذ أمس حديث تحدثت به وسائل إعلام أمريكية أنه سيتم فتح معبر كرم أبو سالم خلال صباح هذا اليوم، وسيتم إدخال شاحنات وقود بمعدل 4 شاحنات يتم إدخالها يوميا من الوقود إلى قطاع غزة. صباح هذا اليوم الإعلام الإسرائيلي تحدث عن فتح معبر كرم أبو سالم من أجل إدخال هذه الشاحنات المحملة بالوقود، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم إدخال أي شاحنة وقود إلى قطاع غزة، ولم يتم إدخال أي شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة منذ 3 أيام تقريبا منذ أن تم إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري. نتحدث هنا على إغلاق بالكامل. الإعلام الإسرائيلي تضربت أنباء لأكثر من ساعة عن فتح وإغلاق معبر كرم أبو سالم وإدخال شاحنات الوقود، لكن حتى هذه اللحظة لم يدخل أي شاحنة وقود أو شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة. نتحدث على اليوم الثالث على التوالي من إغلاق هذا المعبر وعدم دخول أي شاحنة مساعدات أو أدوية أو مياه من معبر كرم أبو سالم باتجاه مناطق قطاع غزة. الحديث فقط يدور الآن من إعلام إسرائيلي على أنه سيتم افتتاح هذا المعبر صباح يوم غد، لكن هذا يعني الحديث والأخبار لم تصدر عن وسائل عن 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 الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي، ولكن يتم تداولها من خلال الإعلام الإسرائيلي فقط. شكرا جزيلا لك حتى اللحظة مراسل الحدث أسامة الكحلوت، كنت معنا من رفح جنوب قطاع غزة. بالنقاش والتحليل من رام الله ينضم إلينا المحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، أيضا من القاهرة الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية محمد منصور. مرحبا بكما، وأبدأ مع ضيفي محمد منصور من القاهرة. وفي الأخبار العاجلة التي وردت قبل قليل عن مصادر الحدث، إسرائيل متمسكة بوجود رقابة دولية داخل غزة، حماس ترفض، النقاط الخلافية زادت بعد دخول إسرائيل رفح والسيطرة على المعبر، وأيضا إسرائيل وحماس طلبات تعديلات جديدة على المقترح المصري. كل هذه النقاط، هل توحي بأن المفاوضات لا زالت متماسكة في القاهرة، يمكن أن ينتج عنها اتفاق وشيك؟ تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. أعتقد أن هناك نقطتين أساسيتين في هذا الصدد. الأولى ترتبط بأن هناك أفق لهذه المفاوضات وأنها مستمرة رغم كافة التطورات التي شهدتها مدينة رفح خلال الساعات الماضية. هذه نقطة هامة ويجب التأكيد عليها
لأن هناك بعض الأصوات التي قالت أن عمليات التفاوض قد انتهت عمليا بما حدث، ولكن هناك رغبة من كافة الأطراف ودافع من جانب مصر ومن جانب قطر ومن جانب الولايات المتحدة الأمريكية إلى التمسك بهذه الفرصة التي أعتقد أنها فرصة هامة رغم ما حدث في رفح. هذا أولا. بالنسبة لموضوع معبر رفح، أعتقد أن في جميع الأحوال وبالنظر إلى ما رأيناه من عمليات السيطرة والتراجع الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة سواء في المنطقة الشمالية في مدينة غزة أو في المنطقة الوسطى أو مؤخرا في خان يونس، أعتقد أن مسألة السيطرة على الأرض هي مسألة ذات أعتقد جدل في الداخل الإسرائيلي وحتى على المستوى العسكري. هناك رؤية تطابق بأنه السيطرة ليست مطلوبة وأن الهدف الأساسي من العمليات العسكرية الإسرائيلية في كافة الجبهات في قطاع غزة ترتبط بعمليات تطهيرية إنجاز التعبير، وفي نفس الوقت لا ترتبط أو لا تتطلب التواجد على الأرض بشكل دائم، وهذا يمكن عكسه على الجبهة الشمالية. نتحدث عن دخول لمعظم مناطق الجبهة الشمالية في قطاع غزة، ولكن حاليا لا تتواجد القوات الإسرائيلية إلا في محور ناسرين فقط. نتحدث أيضا عن خان يونس التي تم الدخول إلى محيطها وتم محاصرتها بشكل أو بآخر، ولكن في النهاية تم التراجع عن ذلك. وبالتالي الحديث على أن الوضع في معبر رفح هو وضع مستدام أو حتى سيستمر لفترات طويلة، أعتقد أنه قول يجافي الحقيقة، أو على الأقل هناك احتمالات كبيرة لعدم تحققه، وأن الجانب الإسرائيلي يتحدث في الوقت الحالي عن الوضع القائم حاليا، ولكن الترتيبات المستقبلية وما سيسفر عنه الوضع في قطاع في رفح وفي قطاع غزة بشكل عام هو أمر آخر تماما. نعم. ومطروق بشكل مجمل بالتفاوض، وهو والتفاوض هنا هو الأساس في حسم هذا الأمر وليس الرغبة الإسرائيلية وليس حتى السيطرة أو التواجد على الأرض في الوقت الحالي. طيب نذهب إلى ضيفنا من رام الله الأستاذ عصمت منصور. أستاذ عصمت، ما رأيك في مقاله ضيفنا من القاهرة، وأيضا نقطة بأنه اليوم إسرائيل بعد تهديدات رفح ودخولها المحدود إلى رفح أصبحت لديها أوراق أكثر من حماس؟ يعني أنا هذا ما كنت سأبدأ به فعلا، تحياتي لك والضيف والمتابعين، أنه إسرائيل تريد أن تمتلك أوراق. هي كلما كان هناك تعنت أو صلابة في موقف حماس أو لم تنجح في الضغط بما يكفي لدفع حماس عن التنازل، لا تقدم إسرائيل على التنازل بل تبحث عن أوراق إضافية تجبر فيها حماس على إبداء التنازلات أو التراجع عن مواقفها. وأيضا يعني حركة حماس تحاول أن تبحث هي الأخرى عن أوراق أو طرق وتكتيكات تفاوضية تجعل موقفها أقوى في التصدي، يعني هذه تكتيكات تفاوضية. لذلك لن يخرج الأمر بتقديري في هذه المرحلة في رفح عن هذا السياق، يعني لن نشهد عملية واسعة وتوغل في المدينة ويعني المشاهد التي كنا نشاهدها في السابق. سيبقى ضغط بهذا المستوى، هو ليس سهل ولا يمكن التقليل من شأنه حتى لا يبدو وكأننا يعني نكلل من قيمة القصف الذي يحدث أو الضحايا الذين يسقطون، لكن تفاوضيا أنا أقصد هذا هو النطاق. الأوراق الجديدة هي معبر رفح، وهذه ورقة مهمة بالنسبة لحماس. معبر رفح مظهر سلطوي ويعني أنه يعنيها بشكل كبير، هو أيضا معبر لأموال ولدعم ولجمارك وأيضا منفذ على العالم، ومن خلاله يمكن لها أن تتحرك بحرية أكبر، ولذلك هي يعني سيكون هذا له تأثير كبير في حساباتها. ورأينا البيان الذي صدر عمليا عن حماس والفصائل في غزة بأنه لن يسلموا بهذا الأمر. يعني المفاوضات لم تستنفذ، ولكن هي تمر في مرحلة صعبة، مرحلة شد ومحاولة كل طرف أن يعني يثني ذراع أو يلوي ذراع الآخر. الوفد الإسرائيلي لا زال في القاهرة وبقي في القاهرة، هذا مؤشر على أنه يعني هناك ما يمكن الحديث عنه. بيرنز في إسرائيل واجتمع مع المسؤولين الإسرائيليين، أيضا ربما هناك صياغات تتم، والآن يعني الوفود ربما تحتاج إلى تشاور والعودة لجولات أخرى، ولكن طيب. أنا بتقديري الجولة لم تستنفذ. أستاذ محمد منصور من القاهرة، عندما تطلب إسرائيل وحماس تعديلات، ما هو شكل هذه التعديلات المتوقع للورقة المصرية من التفاوض الأخيرة التي سبق وأن وافقت عليها إسرائيل رغم ما غيرت من أقوالها في الفترة الأخيرة ووافقت عليها حماس؟ يعني أعتقد أن النقطة الأساسية التي سيتم الحوار حولها ترتبط بأولاً أعداد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم من كلا الجانبين، تحديد يعني بشكل مؤكد
الوضع الحالي للأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، سواء من قتلوا أو من ما زالوا أحياء، وهي نقطة تعتبر غامضة. ويعني أعتقد أنها من أسباب حتى على المستوى الإعلامي تحدث الإعلام الإسرائيلي على أن عدم وضوح هذه النقطة كانت من الأسباب التي أدت إلى بدء العملية في رفح، وأن هناك محاولة للضغط على حركة حماس للإيضاح بشكل كامل ونهائي بما تمتلكه من أحياء وبما تمتلكه من قتلى. هذا على يعني فيما يتعلق بنقطة الأسرى. أيضا هناك الحديث عن التواجد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة في المرحلة المقبلة في حالة وقف إطلاق النار، وهي نقطة أيضا شائكة، لأن الجيش الإسرائيلي يريد البقاء على الأقل في المدى المنظور في مناطق محددة في قطاع غزة، من يعني كاعتبار أن هذه هي ضمانة لتواجده وضمانة لعدم حدوث أو أي يعني تكرار أي هجوم على مناطق غلاف غزة. ولكن في نفس الوقت فصائل المقاومة تصر على أنه لابد في النهاية من الانسحاب الكامل من القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، والحيلولة أو ضمان عدم تكرار أي توغل بري إسرائيلي، وهو ما تريد إسرائيل أن تقول أنه لا يمكن أن تقدم ضمانة بشأنه على الأقل في المرحلة الحالية. ولكن بشكل عام يعني كما سبق وذكرت، استمرار عمليه التفاوض هو في الحد الأدنى نجاح مهم يجب التنويه به رغم الأوضاع الحالية التي يشهدها قطاع غزة. وأنا هنا أود أن أنوه إلى نقطة يعني ذكرها ضيفكم الكريم من رام الله، تناول فيها إمكانيات توسع الوضع الحالي أو القتال الحالي في رفح من عدمه. أعتقد أن هذه الاحتمالية موجودة طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق حول اتفاق شامل فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. وإسرائيل لها صوابق في ذلك، بمعنى أنها من الممكن أن تطور عملياتها في رفح بشكل يعني تدريجي بحيث تضغط أكثر على مركز المدينة. هي حاليا لم تدخل سوى لواء مدرع ولواء مشاة ميكانيكي، ربما تقوم بإدخال لواء نحال المشاة الميكانيكي الآخر لدعم عملياتها في قطاع غزة وزيادة الضغط على القوات أو العناصر الفلسطينية الموجودة في مدينة رفح. هذا أيضا ضمن إطار التفاوض وضمن إطار التفاوض تحت النار إن شئت التعبير. وبالتالي طيب، احتمال تطور عمليات في رفح موجود، ولكن هذا كله في النهاية يرى بالتفاوض ومساره وتطوره في المرحلة المقبلة. أستاذ عصمت، مسألة تمسك إسرائيل بالرقابة الدولية في هذه المرحلة من المفاوضات، وهي تعتبر المرحلة الأولى من المفاوضات، ألا يعتبر سابق لأوانه؟ لأن هذه المسألة يرجعها مراقبون، هي تتعلق بمستقبل الترتيبات الأمنية لليوم التالي لما بعد الحرب. صحيح، يعني هذا أمر لا يتوقف عن إسرائيل، لها طبعا دور كبير ومؤثر، لكن ليست هي الطرف الذي يحدد الجهة الدولية. وأي جهة دولية ستأتي، وفعلا أتفق هذا ليس مكانه ولا زمانه، ولكن أي جهة ستأتي لن تكون في ظل أو بالتزامن مع وجود القوات الإسرائيلية. لن يقبل أي طرف لا عربي ولا دولي أن يتواجد في القطاع في ظل وجود قوات الاحتلال. لذلك يعني يجب أن يكون هناك ترتيبات تنهي الحرب وتنسحب إسرائيل، وبناء عليها يتم التحدث والبحث في مستقبل القطاع وحكم القطاع وإدارة القطاع، سواء رفح أو غيرها، أو حتى الإعمار وكل هذه القضايا الكبيرة التي العالم فعلا يعني يريد أن يبدأ بالبحث بها، لأنه هي التي ستبدأ عمليا بإغاثة الناس وإخراج القطاع من هذه الكارثة. لذلك أنا أعتقد أن إسرائيل تستبق الأمور، تحاول أن تفرض أمر واقع، وتحاول أن تستغل وجودها العسكري وقوتها وما يعني ما تقوم به من عمليات قتل وتدمير من أجل فرض واقع بشكل أحادي. يعني هي تريد أن تفرض على العالم الطريقة التي يدار بها القطاع، وهذا لن يجدي. هناك معادلات حساسة جدا داخلية فلسطينيا، إقليمية، عربية، لها علاقة بالوضع الداخلي. طيب، مع هذا الوضع أستاذ عصمت، هل أصبح من الصعب الضغط على إسرائيل اليوم بعد دخولها إلى رفح لا، هو الضغط دائما ممكن ووارد، ولكن ما هي الجهات ومن هي الجهات التي يمكن وتستطيع أن تضغط على إسرائيل وتملك أوراق يمكن من خلالها أن تؤثر على إسرائيل؟ أهم هذه الجهات هي الولايات المتحدة. كل الجهات الأخرى، مصر، الأوروبيين، الدول العربية لها أهمية، ولكن الجهة الأكثر تأثيرا ومباشرة والتي تدعم هذه الحرب وتشارك بها بشكل مباشر هي الولايات المتحدة. والولايات المتحدة للأسف لا تمارس ضغط كافي في هذا الصدد، ولا تمتلك رؤية
واضحة. حتى الرؤية التي تقدمت بها الدول العربية السعودية ومصر وبعض الدول العربية لم يعني يهتم بها الجانب الأمريكي أو لم يعطيها هذا الاهتمام الكافي ويحولها إلى هي مشروع ورؤية للخروج من كل هذه الحالة بسبب معارضة نتنياهو وذكر حل الدولتين والمطالب التي تضمنتها هذه القضية والأساس السياسي والقانوني والشرعي الذي تقوم عليه هو حل القضية الفلسطينية. طيب أستاذ محمد من القاهرة، مسألة عدم تقبل وجود حماس في غزة بعد الحرب، يعني كيف سيكون المشهد؟ ستكون هناك حماس جديدة؟ يعني من سيكتب هذه الوصفة الجديدة للقطاع بعد انتهاء الحرب؟ يعني غير المعقول أن لن تكون هناك حماس وإسرائيل تتفاوض اليوم مع حماس. صحيح، يعني هذه النقطة لابد أن يعني يدركها كل من يتابع المشهد. التفاوض هنا يتم ما بين طرفين، والطرفين لا يمكن إلغاؤهما في الموقف الحالي، وإذا أراد طرف أن يقوم بإلغاء الطرف الآخر تماما ولا يتعامل معه ولا يراه على الأرض فهو أمر أيضا أعتقد أنه يجافي الواقع ويجعلنا نصل إلى معادلة صفرية لا تنتج أو لا يمكن من خلالها إنتاج اتفاق ينهي القتال بشكل كامل ويؤدي إلى وقف هذه الحرب والمذبحة المستمرة منذ أكتوبر الماضي. وبالتالي هذه النقطة يعني ترتبط أساساً بالحديث عن ترتيبات اليوم التالي دون النظر إلى اليوم الحالي الذي نحن فيه الآن، بمعنى أنه من سبل الهروب من الوقف الحالي ومحاولة الضغط في التفاوض هي الحديث عن أمور مستقبلية. أعتقد أن المهمة حالياً هو وقف إطلاق النار، وقف الوضع الإنساني المتردد في قطاع غزة، وأيضا محاولة إيجاد حلول للأمور المستجدة التي تمت إضافتها إلى الوضع التفاوضي. بمعنى أنا أتحدث الآن عن الوضع في معبر رفح، هو بند إضافي أضيف إلى التفاوض الحالي ما بين إسرائيل وبين حركة حماس، ولم يكن موجودا خلال الفترات الماضية وللأسف أضيف بسبب الوضع الحالي والوضع القائم على الأرض. ولكن يعني أود أن أشير هنا إلى أن العملية الإسرائيلية في رفح في النهاية هي عملية محدودة في الوقت الحالي وبالمعطيات الحالية، ولا تمس حتى مدينة رفح في حد ذاتها، بمعنى أن الوضع أو المسرح الجغرافي لهذه العملية وهو شرق مدينة رفح هو عمليا خارج نطاق الكتلة السكنية، ويوجد في هذه المنطقة منطقة مفتوحة، نتحدث عن منطقة الشوكة، نتحدث عن مطار ياسر عرفات، نتحدث عن يعني النقطة الأساسية في هذه المنطقة هي المعبر، والمعبر أضيف إلى المائدة التفاوضية بفعل ما حدث الآن، وبالتالي هي نقطة أيضا يجب التفاوض عليها ما بين الجانبين. ولكن الحديث عن من سيبقى ومن سيرحل في المرحلة المقبلة أعتقد أنه حديث يعني يجافي الموقف الحالي الذي فيه طرفين لابد من التوصل بينهما إلى اتفاق نهائي يتم تنفيذه. يعني ليس المهم فقط التوصل إلى اتفاق، بل يجب ضمان تنفيذه، يجب إدامة تنفيذه، ويجب أيضا التوصل إلى نتائج على الأرض تقوم بحلحلة الوضع الإنساني الذي هو في الأساس الأهمية الأساسية لمصر في منذ بداية الأحداث. يعني مصر دائما كان دورها في الأساس بجانب التفاوض وبجانب الدور السياسي هو دور إغاثي كان هناك تركيز عليه، ومصر حاليا بالموقف الحالي الذي نراه في مدينة رفح والمعاناة التي ستزيد إلى سكان رفح فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الحالية وعمليات النزوح المتكررة، يعني نتحدث هنا عن نازحين في رفح سينزحون الآن مرة أخرى أو مرة ثالثة حتى، وبالتالي هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه ولا يمكن تبريره أو يمكن القبول به. هذا يتعدى كثيرا من الحديث عن ترتيبات اليوم التالي وإذا ما كانت حماس سترحل أو ستبقى. أعتقد أننا نحتاج إلى النظر إلى اليوم الحالي قبل أن ننظر إلى اليوم التالي. أستاذ عصبت، هل بالفعل مسألة إبعاد حماس عن القطاع هي أهداف واهية للجانب الإسرائيلي وهي فقط تتحدث من منطق القوة اليوم كونها هي دخلت إلى رفح وبالتالي تملك أوراق أكثر من حماس وهذا معروف للجميع اليوم كون أن حماس هي وافقت على الصفقة بشكل متأخر، لكن السؤال ما هو شكل الحل المقبول لمسألة وجود حماس في قطاع غزة؟ هناك من يقول تجريد الحركة من السلاح وأيضا صعب جدا أو لا، يعني وهذا هو السؤال الذي فعلا يعني يحتاج إلى كثير من البحث وهو غير يعني منطلق. إذا انطلقنا من الرؤية الإسرائيلية لن يكون جواب، وهذا ما يريده نتنياهو بمعنى أن يبقي هو المسيطر أمنيا على القطاع وأن يدير القطاع بطريقة
غير مباشرة من خلال أي جهة أخرى وحتى عائلات أو أي صيغة أخرى، وأن يبقى القطاع تحت سيطرة إسرائيل ومن ثم يتقدم في الاستيطان، وهذا يخلق مأساة ويدفع إلى الرحيل. هذا ما يريد نتنياهو. أنا أفترض أنه حماس لن تكون غائبة عن المشهد في أي حال من الأحوال، ربما لن تتصدر المشهد ولن تكون الوحيدة، وهي أعتقد باتت تدرك ذلك. أيضا المشكلة في المفاوضات الآن، إذا دققنا في المفاوضات التي تجري، هو أنه حماس تحاول من خلال أي صيغة تقدمها أن تبقي يعني بنود ونصوص يعني بشيء ضمنا تبقيها في المشهد، ويعني سواء حديثها مثلا عن إسحاب إسرائيل أو المساعدات والإعمار وغيرها، وكأنه هي الطرف الذي هذا ضمنا تحاول حماس أن تضمنه كي تضمن لنفسها مكان حتى لو لم يكن هو الرئيسي. ولكن نحن نعلم أنه بالصيغة الحالية وفي طريقة الحكم الحالية والوضع الحالي، لا نعم. إسرائيل ولا الأوروبيين ولا الولايات المتحدة يمكن أن تقبل بهذه الصيغة، لذلك الأمر يحتاج إلى حالة فلسطينية مختلفة، وهذا يجب العمل عليه، وأيضا حالة عربية تنطلق من تصور أيضا يدعم الحالة الفلسطينية القائمة، وأيضا إلزام إسرائيل. مشكلة حماس أو غير حماس هذه بتقديري يمكن بشكل أو بآخر حلها، لكن الذي لا يمكن حله الآن أو من الصعوبة بالمكان حله هو أن يقبل نتنياهو أي صيغة تأتي إلى قطاع غزة، نعم. وتوافق على حل الدولتين. إسرائيل توافق على مبدأ حل الدولتين، وأن هذا الوجود هو جزء من تنفيذ حل سياسي قام على حل الدولتين، هذا سيحل كل المشكلة بنظري. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي والمختص في الشأن الإسرائيلي الأستاذ عصمت منصور، كنت معنا من رام الله. من القاهرة كان معنا الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الأستاذ محمد منصور.